السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هلو ليديز اند جنتلمان، ازيكم وازاي حالكم؟ النهارده عايز اتكلم على المسمار الاول في نعش دولة المماليك، وبرضه هقول لكم على ليه اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. الحكاية يا سيدي تبتدي من الأشرف بارز باي. 1446 بنى المسجد بتاعه في شارع المعز، هو تقاطع شارع الازهر مع شارع العطارين، جنب الناس بتاعت البخور والتوابل. بارز باي 1446 بارز باي عمل حمله وجيش وجيوش. كان في سبب مهم ان هو عمل كده، ان الابارسه قبرص، الابارسه كانوا بيقطعوا طرق التجاره بتاعت بلاد الشام والبلاد اللي كان محتلها المماليك، وده كان يعتبر دخل قومي ليهم. فجيش الجيوش وراح هاجم على قبرص، ومحدش كان متوقع ان الحمله دي ممكن تبقى ناجحه بالمنظر دوت، لدرجه ان هو مسك ملك قبرص نفسه كمان، والاف من الاثار الابارسه خدوهم في الاسرى، اسرى حرب، وجابوهم هنا مصر. ملك قبرص يا سيدي دفع الفدية بتاعته، وتعهد ان هو لما يرجع يدفع للمماليك جزية كل سنة، وبقية الابارسة اتباعوا في سوق النخاسين، وبقوا تركيبة من الشعب المصري، يعني بقى تركيبة، هو الشعب المصري تركيبته كده عالمية. المهم يا سيدي، القصة ايه اللي خلى بارز باي يعمل كده؟ قلت لكم ان هو كانت التجاره بتاعته او بلاد الشام وبلاد مصر كان الابارسه بيكرسنوا عليها. مصر طول عمرها في الوقت من قبل بارز باي طبعا وغيره كانت دايما محطه لتبادل التجاره. الصين والهند اسيا بيجي منها التوابل وبيجي منها التجارة، وتوصل لحد مصر، يجوا تجار أوروبا من الناحية التانية يشتروا من عندنا، وإحنا كنا بناخد زي تعريفة كده أو زي جمرك كده. لكن بارز باي طمع الصراحة، وقرر إن هو ياخد كل التجارة اللي جاية من الصين والهند، بالذات التوابل، ياخدها وهو اللي يبيعهم للأوروبيين. فبالتالي بقى في احتكار، وبالتالي برضو يترتب عليه إن الأسعار بقت أسعار جنونية مرتفعة جدا. وده ادى خلى الاوروبيين يخافوا على تجارهم، ويحصل الحملات الاستكشافيه، فقدروا يلفوا ويكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح، ويوصلوا للصين والهند وياخدوا الاسعار بربع الثمن. وده المسمار اللي بقول لك عليه، اول مسمار في نعش دوله المماليك، لان دوت الاقتصاد، فبالتالي احنا خسروا كتير قوي. فمع الوقت انهارت دوله المماليك على يد العثمانيين. صباحكم كله خير، وهذا جود دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.